من علاج سنان خلف تخصصيه هتفتح امتى؟ اول ثلاثه. هو طبعا ربنا قدر ان احنا هنتاخر، اتاخرنا شويه عشان ما كانش عندنا معمل، فجبنا معمل. معمل تحاليل الحمد لله كامل في العيادات. الحمد لله. نقول الحمد لله. تمام؟ ان شاء الله باذن الله الجمعه اللي جايه هتبقى اول حاجه في الموضوع. ايه هي؟ قافله طبيه في العيادات بخمسه جنيه. فيها جراحه وباطن ونساء واطفال من بعد صلاه الجمعه. لمين؟ لينا كلنا. مش للحالات، لينا كلنا. ولو في تحاليل هيبقى التحاليل بخصم 40% في نفس المكان. ولو في علاج احنا بنحاول الاسبوع دوت والاسبوع اللي فات على قد ما نقدر نوفر اكبر قدر من العلاج مجاني. احنا عاملين ده ليه؟ اول حاجه لان ده مكان حضراتكم اصلا اللي دفعت فيه مبرعات اصلا. انا كل اللي عملته انا داعي بس. فده مكان. فيبقى اول ناس تستفيد منه هو ايه؟ وصول المكان. ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا نعرف المكان وتبدا رجلنا تروح عليه والناس اللي حواليه يعرفوه ويبدا ينتشر علشان يبقى الافتتاح الرسمي ان شاء الله يوم الجمعه 20/3 اول سبت 21/3 يوم الاثنين دول على حسب ما ربنا هيفضل خير. فاحنا الجمعه اللي جايه عندنا قافله طبيه. ارجو واتمنى ان احنا حتى نروح المكان ونشوفه ونتعرف عليه علشان اولا نعرفه ونعرف فلوسنا راحت فين كل السنتين الثلاثه اللي فاتوا. رقم اثنين عشان لو في استفاده يعني نحاول ان احنا نستفيد منها. المكان فين؟ اخر شارع عبد الفتاح الطلقاوي في تقاطعه مع شارع الحي وشارع قصر كريم. عارفين الحته دي كده؟ اخر شارع عبد الفتاح بيطلع بيها شارع الحي. الحته دي فيها العيادات دي. عيادات شريان الحياه الخيريه التخصصيه والورق بتاع